شكرا. طبعا ده التلوث. المنطقة ديت كلها منطقة فنادق يعني حتى جميلة هوستل وفنادق، يعني هتلاقي هنا كل دول مثلا متأجر لحد معين عامل لي هوستل والدور بتاعه الكود بتاعه بيطلع الأسانسير بتاعه في المكان بس في الدور بتاعه بس. الحياة غير هنا.
زي ما قلت طول ما انت ماشي فنادق وبس. شكرا. Thank you.
فانا جعان نطلع ناكل.